نكمل كلامنا مع الكابتن محمد يوسف، ولكن هنروح لزميلنا شريف شعبان ملعب مباراة ولقاء مع الكابتن سامي قمصان. من جديد بجدد التحية كابتن أيمن ولضيوفك ولكل مشاهدينا، معي مدرب النادي الأهلي كابتن سامي قمصان. بقول لك مليون مبروك فوزكم النهاردة على إنبي بثلاث أهداف مقابل لا شيء. وقبل النتيجة وقبل الفوز هو الأداء. النادي الأهلي اللي كان بيفتقده في الفترات الأخيرة هو الأداء، النهاردة الأهلي بيكسب مع الأداء. طبعا تحدي كابتن أيمن وكابتن علاء كابتن يوسف وكابتن عادل وكابتن هاني. زي ما انت قلت الحمد لله رايح شويه بس ادينا مباراه كويسه الحمد لله، اداء كويس، رجع تاني شخصيه النادي الاهلي، استحواذ كويس، ضغط اول ما بفقد الكوره بشكل كبير الحمد لله، عندنا اهداف كبيره، عندنا مرونه برضو في اماكن اللعيبه النهارده الحمد لله. يمكن خط الدفاع كله يعتبر متغير، يعني طبعا دي ظروف غصب عننا، لكن الحمد لله برضو تدينا برضو اوبشن كويس في خلال المباريات. حسين النهارده لعب انها باك رايد، هاني عمل مباراه جيده جدا سيرد باك، حمدي فتحي بعد اصابه ايمن نفس القصه، احمد فتحي بقاله ثلاث مباريات بيلعب نفس القصه الحمد لله. برضو اللي انت تبقى عندك برضو انت بتعمل حساب كل الظروف عشان ما تتفاجئش بيها يعني. فاعتقد الحمد لله نتيجه مرضيه لينا واداء كويس، واللعيبه بدات تاخد على فكر الراجل وشخصيه الراجل. ويمكن الراجل بيتكلم كتير معاهم، بيتكلم في النواحي التكتيكيه والنواحي النفسيه. اعتقد اللعيبه ان شاء الله في خلال الفتره الجايه تحضير كويس لمباراه الوداد ان شاء الله، لحد ما نوصل للوداد ان شاء الله يكون بنفس الاداء ونفس القوه ونفس التصميم ان شاء الله، اللي احنا نعمل نتيجه جيده ان شاء الله. الراجل بيمتاز ان هو بيناقشك في كل كبيره وصغيره، وبشوف في التمارين، بشوف النهارده حتى قبل التغييرات او حتى بيتكلم معاك، ودي ثقه كبيره طبعا في المدرب المصري. امبارح في التمرين شغل اللي بيعمله في التمرين، النهارده بيطبق في المباراه، تحرك اللاعبين، الاستلام والتسلم، تغيير مركز اللاعبين، ما خفتوش بلاعب زي العربي بدر النهارده بيلعب ديفندر يلعب في البكرات، والنهارده اجاد بشكل كبير لحد ما اتصاب. طبعا انا بشكره طبعا من خلالك على الثقه اللي هو مدياني ديت، يعني اتمنى ان شاء الله يكون اداها، يعني احنا دورنا وده اللي اتعودنا عليه. يمكن انا اشتغلت مع كابتن يوسف وعلمني حاجات كتيره جدا زي تبقى في ظهر مدير فني، وده سمه من سمات النادي الاهلي. يعني الحمد لله بنقول راينا بامانه، بنديله الاختيارات بالنسبه لنا، لكن هو طبعا القرار الاول والاخر ليه. يعني هو راجل متفاهم جدا وبيكبر جهازه، دي من الحاجات الايجابيه يعني والحاجات اللي تحسب له يعني. فاتمنى ان شاء الله اللي نكون على قد الثقه دي ونكمل ان شاء الله نبقى في ظهره دايما. تتفرجوا على المباريات قبل ما بتلعبوها زي المقاولين زي النهارده انبي وفي بيراميدز كمان، الوداد انتوا متسجلوا له متابعينه، بتتفرجوا ولا مأجلين الفرجه لحد بعد مباراه بيراميدز؟ لا طبعا بنتفرج، يمكن هو مبارياتهم بيبقى في نفس الايامنا، يعني هم لعبوا نفس يوم المقاولين النهارده بيلعبوا برده نفس القصه، طبعا متابعينهم زي ما هم متابعينا. انت عارف الدنيا دلوقتي كلها كتاب مفتوح، لكن مهم ان انت تحضر كويس يعني زي ما احنا بنعمل برده في مباراه الدوري، وزي دي عاده النادي الاهلي في كل المدربين الموجودين. يعني انت بتحضر كويس للفرقه، ازاي بتلعب، نقاط القوه بتاعتها، نقاط الضعف بتاعتها، ازاي تقدر تستغل الاخطاء اللي هم بيقعوا فيها. فاعتقد الحمد لله ان احنا ماشيين في الاتجاه كويس. اتمنى ان شاء الله الاستمراريه، اتمنى ان شاء الله اللعيبه على الوداد ان شاء الله تكون، او اهم حاجه نكون كاملين، لان دي نقطه مهمه جدا يعني بنعاني منها الفتره دي، لكن مع الوقت ان شاء الله نكون كاملين قبل ما نوصل للوداد بحاله فنيه كويسه وحاله بدنيه كويسه ان شاء الله، يكون عندنا فرصه كبيره ان شاء الله عشان نحقق اللقب الغالي علينا ان شاء الله. صراحه كثره الاصابات مخوفه جماهير النادي الاهلي ومخوفانا كلنا. بصوا ده امر طبيعي طبعا، احنا متخوفين جدا منها يعني، لكن الراجل بيحاول، وكمان من خلال برضو الراجل مخطط الاحمال بتاعه برضو اللي احنا ازاي نشتغل على الاخطاء، الحاجات اللي تزودنا، الحاجات القوه. فاعتقد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني من خلال ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله اللعيبه ان شاء الله تبقى احسن. الناس بتندعي على موسيماني متواضع وبيتكلم مع الناس وبيقف مع الناس، مش يعني اسم النادي الاهلي كبير، هو فرحان اللي بيدرب النادي الاهلي طبعا، لكن لما بيقف حد بيكلمه بيقف يتكلم معاه على طول، مش يعني ما بيحرجش حد. لا هو انت عارف الناس في جنوب افريقيا، وانت عارف الافارقه دايما كلهم طيبين يعني. هو راجل زي ما انت قلت عارف قيمه النادي الاهلي جدا، عارف اللي هو كان حلم بالنسبه له اتحقق، فهو راجل مسالم جدا، راجل ودود جدا، بيعامل الناس كويس جدا، فرحان بالناس، فرحان بجمهور النادي الاهلي. اتمنى له ان شاء الله يبقى فيه تعاطف اكتر من الناس، والناس تحبه اكتر ان شاء الله، وهو بيحقق بطولات ان شاء الله النادي الاهلي. نكسب افريقيا ولا نفسك نكسب افريقيا؟ ان شاء الله ان شاء الله، كلنا عندنا تصميم، كلنا هنقاتل ان شاء الله عشان اللقب ده ان شاء الله. شكرا.
كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع طبعا الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. وزي ما انت سامع حضرتك سامع، يمكن موسيماني بقى معشوق جماهير النادي الاهلي، يمكن الثلاثه اربعه انت عارف ان مفيش جماهير طبعا، ولكن موسيماني يبدو ان بدا يبقى جماهير الاهلي بتعشقه من ثاني مباراه بعد توليه طبعا المهم بعد المقاولين العرب وفوزه على المقاولين، والنهارده بيفوز على الانبي بثلاث اهداف مقابل لا شيء. عوده ليك من جديد، اتفضل.